محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن شمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتنزه في القدائك المسمع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسندي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرا في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفه مولودا. ولما كانت سعادة الأبدية لا ملاحظة خفية يختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. فاستودعت هذا النور المبين أسلب وفضون من شرفت من نلئين العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت من درع من قريب إلى من خصصت بالتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت وشاؤها بمعونة الله محافظة على خلق هذه الضرة ومن وصونها. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقالا ولا تشكو منه ألما ولا عللا. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت البروج على عالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجد صميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وموضوع علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج. والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاطه
جواهر كنوز صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فاظهر الله في الوجود مجد التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا إمام الرسل يا سندي. Yeah.
فحين قرب أن ودي هذا الحبيب أعاد السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكم على من أدم الله عليه النعمة من حواس الأمة أن يحضر عنده أي أمة تعنيسا لجنابها المسعود مشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على قدره وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي